السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها للوقوف على حالة اللا حرب ولا سلم التي آلت إليها الأوضاع في الحديدة بعد أن كانت قوات الشرعية على بعد خطوة من تحرير المدينة. اتهم فريق الحكومة في لجنة إعادة الانتشار ميليشيا الحوثي، اتهمها باستخدام مقرات المنظمات الدولية في الحديدة لقصف قوات الجيش الوطني. وطلب رئيس الفريق اللواء صغير عزيز كبير المراقبين الدوليين مايكل لوسغيرد طلبه بزيارة المناطق المتضررة جراء قصف الحوثيين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخروقات. وقال إن بعثة الأمم المتحدة لا تملك الإمكانية والقدرة على مراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة بشكل كامل. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف تحولت الحديدة من هدف عسكري قاربت الشرعية على تحقيقه إلى ساحة للمراوغة والمماطلة وكسب الوقت؟ ولماذا توقفت معركة الحديدة ولصالح من؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. من هدف عسكري إلى ساحة أخرى للمراوغة والمماطلة وإهدار الوقت، هكذا أصبحت معركة الحديدة التي توقفت إلى أجل غير مسمى. كانت استراتيجية المبعوث الأممي إيجاد حلول مجزأة رغبة في الوصول إلى حل كامل للقضية اليمنية، وكانت ميليشيا الحوثي تبحث عن معركة جانبية تكسب فيها مزيدا من الوقت وتهرب فيها من الدخول في مواجهة شاملة حتما ستخسرها. توقفت المعركة على أبواب المدينة، ودخلت الحديدة في حالة من اللا حرب ولا سلم بإشراف أممي، وانتقل الحوار من تسليم المدينة وموانئها الثلاثة وفقا لتفاهمات ستوكهولم إلى تفاصيل صغيرة وجانبية دوما ما كانت تفتعلها الميليشيا. هكذا مر الوقت وانهارت الهدنة المقترحة التي لم تدخل حيز التنفيذ إلا في تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة. ومع مرور الوقت بان عقم الشرعية وإفلات زمام الأمور من يدها لصالح تحالف السعودية والإمارات اللتين تفاوضان وتقايضان بالملف اليمني لحساب مصالح خاصة بأمراء الدولتين الخليجيتين. وفي الواجهة تظهر الشرعية وهي تنفذ ما يصلها من قادة التحالف، فمرة تشكو المبعوث الأممية وتنتقد أداؤه، وأخرى تطلب من الفريق الحكومي المشرف على تنفيذ اتفاق السويد التعاون والتجاوب مع مساعي المبعوث وبعثة المراقبين في الحديدة. وبعد هذا كله يخرج رئيس الفريق الحكومي اللواء الصغير عزيز بتصريح معناه الحرفي أن بعثة الأمم المتحدة لا تمتلك الإمكانات والقدرة على مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، ولا يستبعد أن يخرج اللواء ذاته ليمتدح أداء بعثة المراقبين إذا ما شاءت السعودية والإمارات ذلك. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من محافظة الحديدة صحفي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ مساء الخير. مساء النور حبيبين لك ولطاقم البرنامج ولمشاهدي قناة الفضائية. أهلا بك سيد عبد الحفيظ، كيف تنظر إلى واقع الحديدة اليوم؟ واقع الحديدة صراحة ابتدأ منذ 18 من ديسمبر نهاية العام المنصرم في مهزلة السويد، عندما بدأ الحديث عن هذا الملف على اعتبار انه ملف انساني. اليوم الحديده كارثه انسانيه للاسف الشديد تسببت فيها الميليشيات بالكثير من الكوارث الانسانيه، ووسطت مرأى ومسمع الحكومه الشرعيه وقياده الجيش وايضا قوات التحالف العربي التي وقفت قوات الجيش الى ابواب على بعد 4 كيلومتر من البوابة الشرقية لميناء الحديدة والتخوم الجنوبية، وإضافة إلى التخوم الشرقية الشمالية، وحررت المديريات التحيتة والدريهمي والخوخة وحيث، وللأسف الشديد تركت هذه المناطق مفتوحة الآن للاستنزاف، حيث تقوم الميليشيات باستنزاف المدنيين إضافة إلى مواقع قوات الجيش. وللأسف الشديد هناك أجندة مزقت الجهود التي كانت يجب أن تكون في محافظة الحديدة لحسم المعركة في الحديدة، وتدخلت أجندة طارق عفاش وغيرها من الأجندة في محاولة منها لتدقيق وحدة القوات العمالقة وألويات اتهامة، وهناك حتى هذه اللحظة ألوية ترفض الانضمام إلى الجيش الوطني، وبالتالي هناك تقاطع للمصالح، تقاطع للأجندات،
وبالتالي المواطن العادي البسيط هو الذي يتحمل كلفة توقف الحسم المعركة في الحديدة التي كان الشعب اليمني قاطبة يتطلع إلى حسم المعركة على اعتبار أن الحديدة هي آخر متنفس للميليشيات. إذا ما تم السيطرة واستعادتها الميليشيات ستسلم سواء كان في العاصمة صنعاء أو في بقية المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها. اليوم الميليشيات تحيط كل قواتها في الحديدة والعربات يعني تختفي وراء المباني التابعة لمكاتب الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية والأحياء السكنية ومقاتلة التحالف ترى وتشهد وتعرف ذلك. نعم. المدفعيات لكن يعني ما السبب سيد عبد الحفيظ، ما السبب في بقاء الحديدة في يعني بهذا الشكل، لا حل سياسي ولا حسم عسكري؟ من يتحمل أيضا المسؤولية فيما وصل إليه الحال في المحافظة؟ نعم، تتحمل المسؤولية الأول المتحدة التي جاءت إلى الحديدة على أساس أنها ملف إنساني وأنها ستسرع في قضية إيجاد حل سلمي لملف الحديدة، والتي للأسف الشديد تعقد هذا الملف وبدل أن يصير انسحاب من الموانئ الثلاث صار مشهد مسرحي ضحك فيه على الأمم المتحدة ذاتها وضحك فيه على الشعب اليمني وضحك فيه على التحالف وضحك فيه على الشرعية. الجميع يقف موقف الفرجة والمتفرج للأسف الشديد، بينما المواطن هو الذي يتلقى تبعات كل ذلك الاستنزاف التي تقوم به الميليشيات وأيضا الجند العادي في قوات العمالقة وأيضا الاتهام التي أيضا تستنزف من قبل هذه الميليشيات الإرهابية والتي للأسف الشديد أوجدت لها الأمم المتحدة متاحا زمنيا ووقتا إضافيا، بل يحاول حتى هذه اللحظة المبعوث الأمم من خلال زيارته المكوكية لروسيا وسلطنة عمان وغيرها من الجهات التي لها علاقة بالملف اليمني لإيجاد المزيد من الوقت حتى تتمكن هذه الميليشيات من حفر المزيد من الخنادق، حفر المزيد من التبتلس، المزيد من الحصول على الطائرات المسيرة. نعم. من إيران، المزيد من الحصول على الصواريخ الباليستية. وفي اعتقادي بأن اليمن ليست الوحيدة هي المتضررة، ستتضرر طبعا دول الجوار من جراء استمرار هذا التغافل المتعمد للأسف الشديد وجراء أيضا الأجندات المتقاطعة والمصالح المتقاطعة في الحديدة والتي تدخلت فيها بريطانيا وفرنسا وأمريكا وكل الجهات التي لها علاقة بمصالح الصراع في الشرق الأوسط. نعم. إذن وضحت الصورة سيد عبد الحفيظ، ابقى معي. هم من يجنون هذه الكارثة الإنسانية. نعم سيد عبد الحفيظ تكرم بالبقاء معنا، ونرحب بضيفنا من القاهرة المحلل السياسي السيد وضاح الجليل. سيد وضاح مساء الخير. مساء النور، مرحبا بكم. أهلا بك سيد وضاح. هل لا زال خيار الحسم العسكري في الحديدة قائم باعتقادك؟ نعم، ما يزال هذا الخيار هو الخيار الأوحد حتى الآن. من المؤكد والواضح تماما أن الحل السياسي السلمي مع جماعة الحوثي غير ممكن وغير متوفر. جماعة الحوثي تنصلت من كل الاتفاقات وكل الالتزامات التي أبرمتها مع كل الأطراف ومع كل القوى، وهي لا تدخل أي اتفاق إلا من أجل أن تكسب الوقت أو من أجل أن تختصر المسافة من أجل الوصول إلى أهدافها. والواضح تماما أن جماعة الحوثي ذهبت إلى ستوكهولم من أجل كسب المزيد من الوقت وإعادة موضعة نفسها وتعزيز نفوذها. ونحن الآن أوشكنا على أن نكمل الشهر السابع منذ حدوث اتفاق السويد، ولم ينفذ من هذا الاتفاق سوى بند وقف إطلاق النار، والذي يصب في صالح هذه الجماعة ويمكنها من تعزيز نفوذها، بينما بقية البنود وجوهر الاتفاق لم يتم تنفيذ أي شيء منها. نعم. إذن سيد وضح هنا نقطة مهمة، يعني بما ذكرت بأنه يعني ما زال خيار الحسم العسكري هو الخيار الأنسب، لكن كيف وهناك 7 أشهر مرت والميليشيا يعني تعزز من وجودها في المدينة، وبالمقابل هناك الشرعية يعني تعاني من ضعف وأيضا تداخل المشاريع في الساحل الغربي ربما يجعل من مسألة الحسم عسكريا في هذه المحافظة إما صعب أو ذو كلفة كبيرة؟ هذا صحيح. أنا لم أكمل حديثي، كنت أريد أن أشير إلى أن الحل العسكري هو بالفعل هو الحل الأمثل. نعم. لكن
يبدو أيضا أن هناك صعوبة كبيرة في تنفيذ هذا الحل، وبالتالي يبقى نفوذ جماعة الحوثي في مدينة الحديدة قائما، بل أن جماعة الحوثي تخطط كما يبدو منذ فترة طويلة لأن تشن هجمة عسكرية لاستعادة الكثير مما خسرته داخل محافظة الحديدة، ولتعزيز أو لحماية على الأقل لصناعة محيط جغرافي لحماية مدينة الحديدة ولحماية مناطق الميناء ميناء الحديدة، وتأمين أيضا الطريق ما بين الحديدة والعاصمة صنعاء، وهذا ما يبدو ملاحظا من خلال التعزيزات الميليشياوية التي استخدمها جماعة الحوثي خلال السبع الأشهر الماضية، وطريقة توزيع هذه التعزيزات وحفر الخنادق إضافة إلى بناء السكنات العسكرية. الحديث عن أن هذا الحل هو الأمثل ولا يعني أيضا أنه هو المتوفر والممكن حاليا، لأن من الواضح أن هذا الحل أيضا أصبح في ما يمكن أن نسميه في طور المستحيل، خصوصا بعد الكثير من الخلافات ما بين القوى المؤيدة للحكومة الشرعية والأطراف التي خاضت معركة الحديدة. يبدو جليا حاليا أن استئناف العملية العسكرية في الحديدة أمر معقد أو بالغ التعقيد، ليس فقط بسبب الخلافات داخل القوى المؤيدة للشرعية واستعادتها، بل أيضا التعقيدات التي صنعها اتفاق ستوكهولم والذي أوقع الحكومة الشرعية في مأزق، وظهرت بعد الكثير من التلاعب من قبل الحوثيين والتواطؤ من قبل الأمم المتحدة، ظهرت الحكومة الشرعية وكأنها هي من ترفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم، أو أنها عاجزة عن اتخاذ أي جديد لاستعادة حقها في المبادرة وحقها في المطالبة بتنفيذ الاتفاق، أو استعادة المبادرة وزمام الحل العسكري. هناك تعقيد، إذن التعقيد هنا على شقين، ولذلك يبدو أن المستقبل أو الفترة القادمة ستشهد تعزيزا لنفوذ جماعة الحوثي في مدينة الحديدة والمحافظة بشكل عام، محافظة الحديدة، ومحاولة لاستعادة ما خسرته من مساحات جغرافية هناك، إضافة إلى استمرار الدور السلبي للأمم المتحدة، بل الدور المتواطئ مع جماعة الحوثي، وبالتالي سيصبح من الواضح أيضا أن الشرعية لم تحسم خياراتها بعد هناك، وهذا الأمر يعقد الأمور أكثر. نعم تفضل. نعم، إذن تكرم بالبقاء سيد وضاح، وأعود لضيفي عبد الحفيظ الحطامي. يعني سيد عبد الحفيظ، من المستفيد من بقاء الوضع اليوم بالحديدة بهذا الشكل؟ هل ميليشيا الحوثي أم الأمم المتحدة أم كليهما أم الشرعية والتحالف؟ المسلمين من الوضع الراهن هي الميليشيات التي عززت تواجدها أكثر، بل ربما تخلق قنبلة موقوتة في الجانب المجتمعي، خاصة أنها ترسل المئات من الشباب المغرر بهم إلى صعدة وإلى صنعاء وإلى عمران وإلى مناطق نفوذها في دورات تثقيفية وأدلجة جديدة لمحاولة مسخ الهوية اليمنية والقومية من ذاكرة هؤلاء الشباب. وبالتالي في اعتقادي أن استمرار الوضع كما هو عليه لسنوات قادمة لن تكون المسألة مسألية جغرافية ولا مسألة وجود ولا مسألة سيادة فقط، ولكن ولا مسألة أرض، ولكن مسألة ديموغرافية، يعني الهوية يعني. وبالتالي لم يكن أمام الحكومة الشرعية إلا أن تحسم أمرها إن أرادت فعلا، وكذلك أيضا قوة التحالف العربي إن أرادت حسم معركة الحديدة فعليها أن تسارع. استمرار التباطؤ في حسم معركة الحديدة هو تعقيد المشهد في الحديدة، والتي للأسف ينعكس سلبا وكارثية ومأساة على المواطن البسيط. قرابة 3 مليون نسمة يعانون من المجاعة، بدون رواتب، بدون كهرباء، بدون مياه، بدون خدمات، عمليات الاعتقالات، عمليات الإعدام الميدانية التي تقوم بها الميليشيات، عمليات القصف اليومي للعديد من القرى والأرياف، تزايد عدد النازحين، الأطفال والنساء الذين يفقدون أطرافهم بشكل يومي عند أحواض المياه والبحث عن مياه الشرب، الكوارث والمآسي التي
تحدق بالمخيمات التي تغصبها الميليشيات الحوثية بالكواتيش والقنايف الهاون والهاوزر وغيرها من الأسلحة الثقيلة، إضافة إلى تزود الميليشيات بالمزيد من الأسلحة الثقيلة، الطائرات المسيرة، الصواريخ البالستية، وبالتالي استمرار هذه الميليشيات بعمليات النفوذ وابتزاز الشركات التجارية والخاصة. كل ما يحدث في محافظة الحديدة في الوضع الراهن هو لصالح ميليشيات الحوثي للأسف الشديد، وبالتالي على حكومة الشرعية صراحة نحن كصحفيين نتصل بعدد من القيادات والضباط سواء كان في ألوية العمالقة أو في ألوية المقاومة القيامية، الجميع يتحدثون يدون استعدادا للقتال، لكن المشهد السياسي معتم، المشهد السياسي للأسف الشديد لا يوجد ضوء أخضر لهذه القوات أن تتقدم مستعدون. نعم، لكن سيد عبد الحفيظ، يعني لا تعتقد أن الشرعية هنا سيد عبد الحفيظ المدرعات وسحبت الأسلحة الثقيلة في بعض مناطق الجبهات محافظة الحديدة للأسف الشديد، وسلمت من موضوع الذخائر وموضوع الأسلحة وموضوع التموين من عمال العمالقة نقلتها إلى قوات الطارقة، فبالتالي طبعا هنا نقطة مهمة سيد عبد الحفيظ، يعني ألا تعتقد أن يعني تناقض الشرعية فيما يتعلق بالملف اليمني بشكل عام وملف الحديدة بشكل خاص، يعني ألا تعتقد أن الشرعية تبدو متناقضة في هذا الملف بشكل عام، ملف اليمن وأيضا ملف الحديدة على وجه التحديد؟ دعني أخي الكريم أحدثك عن ملف الحديدة في البدء، يعني صراحة المواطن العادي يشعر بأن الشرعية يعني صار بإحباط طبعا من الموقف الشرعية التي رغم الخروقات ورغم الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات والتي أوجدت مليون سبب للشرعية أن تحسب أمرها في الحديدة، إلا أن الحكومة الشرعية للأسف الشديد وقوات التحالف كذلك تكتفي بالبيانات، تكتفي بالتصريحات، المواطن يريد أن يلمس شيئا على واقع الأرض، أن يزول هذا الجرب الذي حل بهذه المحافظة، لا أن يسمع تصريحات صحفية ولا تغريدات ولا غيرها من التصريحات والصراخ باتجاه الميليشيات، يريد أن يقتلع هذه الميليشيات ويقتلع جذورها من هذه المحافظة ومن اليمن عموما، وبالتالي استمرار الإحباط في المواطن والشارع العادي اليمن صراحة للأسف الشديد هذا يعني يضاعف من تواجد الميليشيات ومن تجذرها في المجتمع المدني وتحولها اليمني وتحولها إلى مشكلة اجتماعية صعب اقتلاعها إذا ما استمر الوقت واستمر عمر هذه المعارك وهذا الاحتراب الذي للأسف الشديد يعني اتسع وامتد كثيرا على ما كان يتطلبه اليمنيون من اقتلاع هذه الميليشيات من خلال قوات التحالف و ايضا الجيش الوطني الذي تشكل منذ اعلان الانقلاب، وبالتالي يا اخي الكريم ابناء الحديده صراحه يتطلعون الى حسم هذه المعركه لانهم يدركون ولا حوار ولا سلام مع هذه الميليشيات التي اصلا لا تؤمن الا بالحرب والقتال، كل المؤتمرات السابقه الكويت جنيف وغيرها رفضت الميليشيات وعرقلت كل تلك الحوارات، وللاسف الشديد المواطن العادي الان لم يعد يثق بهذه الميليشيات، وللاسف الشديد اصابه الياس والملل جراء تواطؤ الامم المتحده وتباطؤ الحكومه الشرعيه وقوات التحالف من حسم المعركه في الحديده. نعم، اذا اشكرك جزيل الشكر الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا من محافظه الحديده، وارحب بضيفي الان الدكتور محمد جميح محلل سياسي سينضم الينا من العاصمه البريطانيه لندن. دكتور جميح مساء الخير. اهلا وسهلا مساء النور. اهلا بك دكتور جميح. اذا لماذا تحولت الحديده من هدف عسكري قارب على التحقيق الى ساحه للمماطله والمراوغه؟ طبعا اخي العزيز، نحن منذ الايام الاولى للحرب وفيما بعد ونحن نقول ان طول فتره الحرب يعني له اضرار كبيره، ياتي في مقدمه هذه الاضرار أن تتراخى الجبهات وأن يحصل نوع من التسرب هنا وهناك وأن ربما يدب اليأس إلى الجمهور، وما هو أخطر أن تتملشن قوى المقاومة، ونحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، لكن إذا استمرت هذه الفترة وضيعنا البوصلة وضيعنا الهدف من هذه الحرب برمتها والمتمثل في استعادة الدولة واستعادة الشرعية وسلطات الدستور والقانون، فيمكن أن نذهب إلى كل هذه المذاهب، يمكن أن تنتهي هذه الحرب بمجموعة من الحروب الصغيرة وتنتهي إلى مجموعة من الحروب الصغيرة التي تنسى ولا يسأل عنها،
بعد أن يتشتت الداخل اليمني ويتجزأ الأصحاب الصف الواحد وأصحاب الجبهة الواحدة يخوضون حروبا داخلية صغيرة فيما بينهم. هذه هي طبيعة الحروب عندما تطول. الذي يحصل في الحديدة أن الذي حصل أن الأمم المتحدة وأن المجتمع الدولي قال للحكومة اليمنية أثناء الحرب والمقاتلون على أبواب الميناء إن ثمن وقف الحرب سيكون انسحاب الحوثيين سلما من الحديدة، لأنه لا مناص كان حينها أمامهم، إما أن يخرجوا بالحرب أو أن يخرجوا بالسلم لأنهم يعني يقترب منهم الطوق. فكان هذا مقيل، ثم ذهبوا بعد ذلك إلى جنيف على هذا الأساس. فوجئوا في جنيف بأنه لا، لن يكون هناك انسحاب مقابل وقف حرب، بل المعادلة تكون كالتالي: انسحاب مقابل انسحاب، ينسحب الحوثيون وينسحب الطرف الحكومي. ثم بعد ذلك لما أتينا للتنفيذ أصبح انسحابا من طرف واحد أعلنه الحوثيون، ليؤكدوا أن هذا الانسحاب يجب أن يكون من طرف واحد وهو الطرف الحكومي، لأنهم لن يشهدوا أحدا على انسحابهم، رغم أن الأمم المتحدة وآليتها تقول بأنه يجب أن يكون هناك إشراف من الأمم المتحدة ومصادقة طرفي الحرب في الحديدة، لأن تكون أي خطوة يقوم بها هذا الطرف أو ذاك شرعية وتكون حقيقية وصحيحة. هذا لم يحصل. نعم. إذن تكرم بالبقاء معي دكتور. تكرم بالبقاء معي دكتور. أذهب للمحلل السياسي وضاح الجليل. سيد وضاح، نتساءل هنا: هل أسهمت الأمم المتحدة في وصول ملف الحديدة إلى ما هو عليه اليوم؟ نعم، بالتأكيد الأمم المتحدة بدورها، بدور الوساطة الذي قامت به، ساهمت في وصول الوضع إلى هذا الحال. الأمم المتحدة ليست جهة مجردة، هي جهة تتحكم بها أطراف وقوى دولية، وهي تستفيد في بالنسبة للأمم المتحدة لذاتها تستفيد من هذه الأزمة ومن مختلف الأزمات، بأن هذه الأزمة توفر لها دخلا وسيولة مالية كبيرة، وأيضا توفر لها فرصة توفر للوبيات الفساد فيها فرصة للمزيد من الإثراء والحصول على الأموال، بحكم أنها تقوم بتوظيف العشرات من موظفيها أو تعيين العشرات من الموظفين للعمل في على هذه الأزمات وفي هذه المناطق وإدارة هذه الصراعات، وأيضا الحصول على الأموال بمبررات إنسانية وإغاثية. لكن الأمم المتحدة كما ذكرت في الأساس هي جهة تتحكم بها قوى وأطراف دولية، وتستخدمها كأداة لتمرير الكثير من الأهداف وأيضا الأجندة. وهنا تقف الكثير من قوى الغرب في هذا الشأن خلف الأمم المتحدة لتمرير هذه الأجندة. هناك رغبة دولية في بقاء جماعة الحوثي كورقة أمنية مذهبية وطائفية في المنطقة تعزز الصراعات وتمنع حدوث الاستقرار، تمنع سواء اليمن أو غيرها من الحصول على السيادة على القرار السياسي وأيضا السيادة على الأراضي، وبالتالي تبقى المنطقة سوق للسلاح وفضاء للتدخلات الخارجية. نعم، تفضل. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد وضاح الجليل، محلل سياسي، كنت معنا من القاهرة. وأعود بتساؤل أخير للدكتور محمد جميح. يعني دكتور، لماذا تبدو اليمن الشرعية متناقضة فيما يتعلق بالملف اليمني بشكل عام وملف الحديدة على وجه الخصوص؟ بمعنى في الجانب السياسي تتحدث في بعض الأحيان بأن لديها سقف معين في مسألة أي حوار قادم أو مباحثات بينها وبين الميليشيات، ونجد بعد فترة يعني تغير الأمر وبات السقف أقل مما كانت تتحدث فيه. أيضا في الجانب العسكري تتحدث بأنها يعني لا خيار أمامها سوى الحسم وأنها ذاهبة في هذا السياق، ومن ثم نجد أنه لا يحدث شيء من هذا. كيف نفسر هذا الأمر؟ طبعا يعني له عدة أسباب ذلك التناقض. في مقدمة هذه الأسباب الضغوط التي تتراكم على الحكومة، والحقيقة أنها هي التي أعطت الفرصة لهذه الضغوط. تكون الحكومة في البداية تتحدث بلغة
ثم تمارس عليها ضغوط، تمارس على التحالف ضغوط، وبالتالي يعني تتغير المعطيات، تتغير السياسة وتتغير التصريحات بناء على الضغوط التي تمارس. هذه نقطة. النقطة الأخرى وهي جوهرية وبنيوية كذلك في بنية الجيش اليمني الموجود الآن، ونحن نقول الجيش اليمني أو الجيش الوطني يعني تجاوزا، وإلا في الحقيقة هناك يعني عدة جيوش إنجاز التعبير. هذه نقطة ضعف كبيرة في أداء الحكومة اليمنية السياسي، لأن الأداء السياسي ويتناغم ويرتبط مباشرة بالأداء العسكري. لديك جيش في الحديدة، ولديك في مأرب، ولديك جيش في عدن، ولديك أيضا جيوش أخرى هنا وهناك في المناطق الأخرى. هذه الجيوش لا تخضع لقياس الأركان ولا تخضع لوزارة الدفاع في مجملها، وبالتالي هذا الخلل البنيوي في بنية في هيكلية الجيش اليمني هو الذي يؤدي إلى هذا التناقض وهذه الحالة من الضعف. لأن للأسف الشديد كل معركة تخطط وتنفذ بمعزل عن المعارك الأخرى. لماذا؟ لأنه لا توجد قيادة واحدة. معركة الحديدة يعني الحكومة اليمنية قد لا نبالغ إذا قلنا بأنها موجودة سياسيا فقط، وإلا فإن التخطيط والتمويل والتدريب يعني إنجاز المعارك يعني ليس الحكومة اليمنية إلا الصفة الإسمية والشرفية إنجاز التعبير لهذه المعارك. هذا جزء من الإشكال، ونحن نقول دائما أنه ما لم يصار إلى حل هذه المعضلة بأن يتوحد الجيش اليمني، بأن ترقم عناصر هذا الجيش، بأن يتم التخلص من الأورام الفاسدة في هذا الجيش عن طريق الترقيم الآلي من أجل التخلص من الازدواج العسكري والوظيفي، ما لم تكن هذه الإجراءات حاسمة وعاجلة فإن يعني سنشهد المزيد من تناقض الخطاب الذي أشرت إليه أخي الكريم. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد جميح محلل سياسي، كنت معنا من لندن، ونكتفي بهذا القدر. أشكر ضيوفي في هذه الحلقة السيد وضاح الجليل والسيد عبد الحفيظ الحطامي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.